يلا بينا بقى يا جماعة انبوكس من احلى الحاجات اللي ممكن تتشاف والنادرة جدا. البوكس ده يا جماعة نادر جدا. مبدئيا يا جماعة الفوتون هايبر نوفا ما بيديش منه غير باكات بس، مش تبقى انتوا عارفين البوكس ده نادر جدا. هو البوكس ده عبارة عن ايه؟ 3 باكات جواه، عشان بس نبقى احنا واضحين. فبالتالي هو نادر جدا جدا جدا. هنفتح مع بعضينا وهنفتح اول باكة مع بعضينا عشان نعمل الانبوكسنج بشكل مظبوط، وبعدين هنسيب باكتين نفتحهم على حظ الناس. يلا بينا وبسم الله على طول. ما فيش وقت. اهو العلبة فاضية جوه، شايفين؟ طيب خليها هنا كده، معلش هي اتهانت طبعا. ادي 1 2 3، هناخد اول واحدة. 2 تانيين دول بقى سيبهم لكم كده على حظ الناس، هنشوف بقى نفتح على حظ مين. تعالوا بقى نفتح دي يا جماعة لأول مرة، أحدث حاجة في يوجي يا جماعة. بسم الله السلام. اول حاجه اسبلايه، وحش 5 نجوم، وحش سينكرو 7 نجوم، وحش نجمتين، وحش كام نجمه دوت؟ 8. حلو قوي ده شكل فرق. اوه الله عليك، واو نايس. فرانك ادفنت ماشي، وش عدد نجومها كتير قوي ما شاء الله. ماشي فوتون امبرر سبيلايا اكسيس الاين ترابايا كاسترا بيج بانج. انا مبسوط من الشكل العام ده، مش طبيعي بصراحه. انا مبسوط بده جدا، مش طبيعي. تعالى نتأكد بس باقيين كلهم عاديين، معلش انا برعش كده عشان بس اشوف اللمعة، بس بالنسبة لي ده واو بصراحة، مش طبيعي ما شاء الله. واو كارت سوبر رير، الله عليك. اتمنى تكون الباك الاولانية عجبتكم، وتعالى نشوف هنفتح الباكتين دول على حظ مين. يلا بينا، باي باي.